انا اولا المسجونين تاع الراي هذه اكذوبه القرن، ما عندناش مساجين تاع الراي. انا الانسان اللي يسب ويشتم وهذا يتعاقب بالقانون العام مهما كانت صفته. الحصانه موجوده الا المنتخب من طرف الشعب، النائب ولا العضو ولا الكشمة. وداخل قبة البرلمان فقط سيطرة، وحتى هادو ترفع عنهم الحصانة في بعض الأمور. انت الوظيف تاعك ما يعطيكش حصانة باش تشتم فلان ولا تشتم الأمير عبد القادر ولا تشتم هذا ولا تشتم مؤسسة الدولة ولا مهما كانت صفتك. أنا نقولها اليوم بالنسبة للصحفيين، أولا عندنا 8000، ما يفوق 8000 وشي صحفي. إذا كان ثلاثة ولا أربعة دخلوا للسجن من أجل الشتم مش من أجل مقالات صحفية، إذا ما دخلتش للسجن لأنك صحفي، لأنك مواطن اخترق القانون العام. هذا هو. وثلاثة ولا أربعة في 8500، وراها الدولة العربية اللي عندها 180 جريدة يومية بغض النظر على الجرائد الالكترونيه والتلفزيونات تاع خواص. واش رجعونا احنا بلاد كوروندار، دير فيها واش تبغي، ولا يهضر قال حقوق الكسموه حريه التعبير، نفسها تعبر على روحها. ماناش من التعبير المتحضر، عارض داك شغلك. ولما تكون انت متيقن مشي لك تقول فيه خارج من أعماق اعتقاداتك، مرحبا قول. باش تكون بوق تاع ما وراء البحر، هذه درك نجولي تاع ما وراء البحر، بوق تاع ما وراء البحر. رأيت كنت قلت لك ما كانش معتقلي رأي، وكان حرية التعبير. الصحفي اللي قدامه مانيش عارف نقدر نسميه صحفي، مش ما عندوش الحق باش يعبر عن رأي. إذا كان عنده رأي ما عندوش الحق حتى أنه يطرح سؤال، الناس كلها تطرح. جنرال علي غديري سب كش واحد 4 سنين حبس، وش دار؟ اكتب مقال في مجلة في يومية الوطن، اكتب مقال يدخل عليه الحبس 4 سنين، ما هوش معتقل رأي. حسن بوراس ما هوش معتقل رأي، سب واحد فيكم، ما سبكمش حسن بوراس. مرزوق تواتي ما سبش، بن جمعة ما سبش، سعيد بودور ما سبش، هذو كلهم دخلوا الحبس، ما يسبوش هذوما. القاضي حسن سبكم ما يسبكمش. خالد راني سبكم ما سبكمش. ناس تعمل تحاليل تعملها يتقول لي 180 يومية، 180 يومية ولا وحدة تقول كلمة حق، ولا وحدة قادرة تنتخب كاش يومية وحدة قالت وعلاش بن سلمان الغى زيارته الجزائر، كاش ما كان في القنوات التلفزية اللي تكلم عليها نقاش واحد حول إلغاء زيارة بن سلمان الجزائر، كاش ما كان قناة وحدة اللي تكلمت على الندرة تاع الزيت عادي نقشوها منين جات. ما تكلموش شيء آخر. كاش حرية نقاش، ماشي حرية تعبير، حرية النقاش مش موجودة. ما كاش واحد اللي قادر يجي يناقش يقول لك هذا السي تبول يتكلم على الشرعية. ولايتين اثنين، زوج ولايات تيزي وزو وبجاية ما صوتولوش، ما نتكلمش على نسبة المشاركة بالنسبة لها زوج، وبالتالي شرعيتهم ما عندوش شرعية على الأقل في تيزي وزو وبجاية، ولا واحد يقدر يناقشوا فيها ولا يناقش واحد مع آخرين فيها. حرية تعبير، حرية نقاش. انت تجي تقول على صحافي كما خالد راني تقول عليه خبرجي، تهشمش. هاي اللي تقول لي 180، لا
180 عنوان ما يتكلمولكش على ابسط احتياج، لا ابسط احتياج ما يتكلموش. من كاش جريده كلمه وعلاش الغاد كاس السوبر كرة القدم، كجريدة قدر تتكلم أو القناة التلفزية كلمة ده غير فوتبال، تكلم تقول لك وعلاش تلغات كأس الجمهورية، من اللي جات تبولنا كاش كوب دارجيري وعلاش يقولون وعلاش ما كاش كوب دارجيري، من اللي جات تبول على خلاص يخاف يروح للستاد باش يمد لا كوب دونك ما كانش. أنا نقول هكذا ويجي هو يقول لنا عطنا سومي، عطنا واحد من اللي دافع عليه، قلنا وعلاش ثلاث سنين ما كانش كوب دارجيري، علاش ما كانش كوب سوبر يلغي هو ولا واحد يتكلم ولا واحد يتكلم. تقول لي حرية التعبير، حرية السؤال ما كانش، مش حرية التعبير. اللي قاعد يحاور فيك ما يقدرش يقول لك كيفاش تتكلم على لم الشمل وانت عندك علاقات مقطوعة مع المغرب، واش من لم الشمل يتكلم عليه انت؟ ما هوش قادر حتى يطرح لك سؤال. دونك نكملوا نشوفوا لما يجي يتكلم على الابواق. اسمع كي شافوا ملعب وهران بالرقي تيزي وزو كذا، يتمنى في عهد الرئيس عبد المجيد تبون مثل تلك الملاعب. غلط، ما نجحوش هما، ما ينجحوش الابواق تاعها. غلط. مرحبا، قول باش تكون بوق تاع ما وراء البحر. أك غلط. وي. ما نجحوش هما، ما ينجحوش الأبواق تاعهم. هذا ما كان. سيادة الرئيس، نعرج للملف الاقتصادي وربما التطورات الحاصلة على الساحة الدولية. سيادة الرئيس تفرض نفسها مثلا. اسمح لي. تفضل تفضل سيادة. بالنسبة للنقطة هذه رانا تقريبا في الدفعة الثالثة. كان الناس اللي كانوا متوقفين في أيام الحراك المبارك شهرين ولا بعد ما استلمت درنا عفو بيمس ألاف، ومن بعد عفيت على 120 كان محكوم عليهم، يعني عفينا على ناس اللي كان عاد ما تحكمناش عليهم وفاتوا، يعني عفيناهم من السجن المؤقت إلى آخره، عطات النتيجة نتاعها، الناس رجعوا للعقل تاعها، ولكن البعض اعتبروها ضعف. شوية الإنسان إنسان يعني اللي يظن باللي الدولة ضعيفة لهذا المستوى باش يزعزعها كذا ولا راه غلط. دولة أقوى من هذا، لأن دولة ماشية بما يرضي الله وما يرضي الشعب. لا هو مش بما يرضيك انت المبعوث الخاص انت كذا وكذا. شفتوش رئيس دولة يتهم مواطنين تاع بلاده اللي لما يتكلموا ويناقضوه وينتقدوه راهم ابواق تاع ما وراء البحار. اي واحد ينتقد هذا النظام راهو بوق. وعلاش يقول لك؟ لأنه هو في حد ذاته كما قلت هو بوق. بوق تاع العسكر، العسكر يقول يقول هك يقول هك، هو بوق تاع سيادو. عمره ما كان حر، داير لابروف حتى الطريقة تاعو في الكلام تاع واحد قاعد في قهوة وجايبها لنا من كاس يدور للكفرية. من الكاس يدور للكفرية ومن بعد نصيبه بعض الأقلام النذلة يعني تاع قمة الرخص، ويجيو في مواقع وين صاحب الموقع ناجح سياسي، صاحب الموقع ناجح سياسي، ويجي واحد شيات وهو يفتح هذاك الناجح السياسي يفتح له المجال تاع الموقع ديالو ويجي يشيب يقول لك عمرها الجزائر ما كانت أحسن ما هي عليها في عهد تبون، والناس اللي يتكلموا على جال كفر وكذا راهم هذا ما صابوا يشدوا له هذا ما صابوا كذا. تشيد تشيد، ولكن أنا اللي اللوم شيد من اللوموش، اللوم اللي رايح عايش لاجئ سياسي في فرنسا ويفتح
المجال للشياطين باش يشيطوا التبول. خويا مادام انت فاتح بوتيكا تاع شيطة يروح ادخل مش راك عندي في الخارج. واكثر من هذا السيد هذا كان معرض للاغتيال، كان في قائمه الاغتيال. انا عارف الناس يخدم هاي يديروا هكا عليك تعلم. المهم بالنسبه للتبول لما يجي يقول لك كانوا الالاف فرجنا عليهم اسبوعين بعد ما تخبوني الى شهرين هنا. دونك تستعرف اللي حطك كان سجن الناس بالالاف، هذا اعتراف شيء خطير. انه اليوم يتهم اللي حطوا في المكان اللي راهو فيه واللي راهو مقبور اليوم ميت، يتهموا باللي سجن الحق والصح اقر بانه سجن الالاف. باقول قلت لك نحسبونا ضعاف، واش نحسبوك ضعاف؟ دوله ما كانش دوله في الجزائر. قلنا الجزائر ما فيهاش دوله، كان بلاد وكان شعب وكان عصابات السراقين مجرمين كذابين عديمين كفاءه يحكموا فيها فسيطروا عليها. اما دوله ما كانش دوله في الجزائر. وعلاش ما كانش دوله؟ نزيد نقولوا المره الالف، باش تكون دوله لازم تكون عندك مؤسسات، يكون عندك دستور. صح كان يقول ما عندناش دستور، مثلا بريطانيا ما عندناش دستور صح، ولكن في المجموع ما نجيش نقارن الجزائر بريطانيا، لكن لازمنا دستور. احنا دستور ما عندناش في الجزائر، دستور الشعب قاطع الاستفتاء، رئيس جمهورية ما عندناش، الشعب قاطع الانتخابات الرئاسية، وزوج ولايات صفر وهذا كاش خلاص. ما عندناش رئيس جمهورية منتخب. ترى راجل يجي يقول لك انا ما يهمنيش نسبة المشاركة، ما تهمش نسبة المشاركة واش قاعد دير سي محمد؟ يا ما تهمش نسبة المشاركة واش قاعد دير؟ هذا هو السؤال اللي يطرحوه لك. هذا ما دونك ما عندناش رئيس جمهورية، ما عندناش برلمان، لأنه دولة فيها برلمان. احنا ما عندناش برلمان، عندناش ناس قاطعت الانتخابات البرلمانية، ما عندناش مجالس محلية، ناس قاطعت الانتخابات. وعلاش ناس قاطعة؟ لأنه كاين تزوير، لأنه العسكر هو اللي يفرض في روحه، العسكر هو اللي راه يخير لك رئيس الجمهورية، يخير لك البرلمان، يكتب لك الدستور، والدستور هذا كي يكتبه يخترقه 100 مرة في النهار. شوف كيفاش؟ وعلاش الناس اليوم يقول لك ما عندناش دولة؟ هذا هو الواقع المر اللي رانا نعيشو فيه. يقول لك الدولة ضعيفة، ماشي ضعيفة، ما كانش دولة، واللي خلى الدولة ما كانش هو نتايا تبون الجماعة اللي حطوك. لما تجوا تفرضوا رأيكم على الشعب خلاص بقاتش دولة. انت بعد تبون راهو نتيجة تصوير، نتيجة تزوير شعب خارج يقول لك تبون مزور جابوه العسكر، تبون مزور جابوه العسكر، نتيجة تزوير. ما تقدرش تجي تكلم لي على انتخابات وعلى شرعية وعلى خير. دليل على أنه النتائج كانت مزورة، وأنه اليوم في السجن، في سجن البليدة كاين جنرال هو بوعزة وحبط ردوه جندي يستاهل، وبحرام عليكم يا حال يستاهل الله لا يردو. ومدي معاه 4 عقداء دي كولونيل اللي مشكلهم الوحيد، ذنبهم الوحيد، وانهم طبقوا الاوامر اللي جاتهم من عند الجنرال ديالهم الشاف المباشر. قال ما نزوروش لانه التعليمات كانت نزوروا التبول، وقال نزوروا العز الدين ميهوبي. دونك كانت كولونيل في الحبس بتهمة تصوير الانتخابات، هي التهمة اللي حطوها له. إذا كان تصوير الانتخابات نتعرف العسكر، هذا إقرار بأنه كان تصوير الانتخابات نتعرف العسكر. هرب الشيء يجيده كان يا التبون هذا يتكلم لي على الشرعية وعلى الدولة وعلى كده، إنه تري مع البلاسي، تري تري مع البلاسي. على هذه دائما نقولوا ربي يقدر الخير بلادنا، وربي بعد عليها ولاد الحرام، وربي يعجب برحل العصابة. السلام عليكم ورحمة الله.
عشرية وإحنا خرجنا بالسلمية اعتقلوا قاع الصوالية كي قلنا لهم مدنية يسقط يسقط حكم عسكر تسقط المخابرات